الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ظهور قسم، زمان ظهوره قسم كبير منه مربوط بينا، مربوط بأعمالنا. الإمام المهدي وظيفته من قبل الله سبحانه وتعالى نصر الدين، لكن لماذا غائب؟ لأنه لا يتمكن من نصر الدين وفي هذه الظروف. لماذا لا يتمكن من نصر الدين؟ التمكن الظاهر يس، احنا ما علينا بالولاية التكوينية اللي عندهم، مو مكلفين بالعمل بها بالطريقة الظاهرية. لماذا لا يتمكن الإمام من إقامة العدل فباقي في غيبته؟ لعدم وجود أنصار. الإمام عندما يريد يظهر لازم يكون له أنصار، إذا ما عنده أنصار لا يتمكن. الرسول في مكة 13 سنة لم يتمكن لعدم وجود الأنصار له، لكن عندما راح في المدينة صار إلى أنصار. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والإمام أمير المؤمنين، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبة. لكن في مقتل عثمان تهيأ الأنصار، فلما نهضت بالأمر نهض بالأمر. لماذا الإمام المهدي لا يظهر؟ ما عنده أنصار. في الحديث أن الإمام عليه الصلاة، في أحاديث عدة، الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف عنده 313 واحد من الأنصار، ذول الحلقة المقربة جدا، اللي في تعبير في بعض الروايات مع الإمام في فسطاطه، هاي الحلقة المقربة جدا 313. ثم بعد ذلك 10,000 واحد هم الحلقة الثانية، ثم بعد ذلك أيضا مجموعة من المؤمنين الحلقة الثالثة. الإمام إذا يريد يحكم العالم يحتاج له في كل مكان والي، يحتاج له قاضي، يحتاج له جنود. هؤلاء الجنود يجب أن يكونوا في قمة من العلم والورع والتقوى. لماذا الإمام لحد الآن ما ظاهر؟ ما موجودين هؤلاء الجنود. فتأخير ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف كثير منا يكون السبب في ذلك. وإذا أكو ظلم، إحنا إذا لم نهيئ أنفسنا لنكون من أنصار الإمام، إذا أي مكان من العالم يكون ظلم نحن نكون مساهمين في ذلك الظلم بسبب خذلاننا للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولكن أعينوني بورع واجتهاد. إذن الحق سينتصر، لكن تقريبه أو تبعيده بيدنا. إحنا نحاول، إذا واحد وصل إلى تلك الدرجة الراقية من أن يكون من 10,000 واحد، أو الدرجة الأرقى اللي يكون من 313 من أنصار الإمام، لكن العدد ما اكتمل ومات، الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان اللي وصل إلى تلك الدرجة يرجعه بعد ظهور الإمام في الرجعة. من محض الإيمان محض. ليش؟ لأنه إلى القابلية أن يكون من أنصار الإمام، لكن الظرف ما ساعد باعتبار عدم اكتمال العدد وهو مات. الله سبحانه وتعالى يقول لك القابلية، فنرجعك إلى هذه الدنيا لتكون من أنصار الإمام. فلنحاول أن نهذب أنفسنا وأن نتورع وأن نحاول أن نسمي أنفسنا لكي نصل إلى درجة من القابلية نكون مرضيين لله سبحانه وتعالى، ولعله وعسى أن نكون من أنصار الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف.